ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. واي ام ممكن يتعرض طفلها لا قدر الله لاي مكروه وما تعرفش تتصرف وما تعرفش تعمل ايه وتكلم مين والاسعاف توصلها ازاي. فالنهارده معانا ابلكيشن اسعاف 911 واللي يقدر اي شخص ينزله على الموبايل بتاعه. هنتعرف ازاي يقدر ينزله على الموبايل بتاعه. وكمان في ابلكيشن تانية هنتكلم عليها وهي من خلاله تقدر تعرف وتتعرف على اسعار السلع الغذائيه وهو ابلكيشن قولي بكام. تعالوا نتعرف اكتر على قولي بكام وابلكيشن 911 من ضيفنا اللي مشرفنا النهارده في الاستوديو استاذ محمود رزق مؤسس تطبيق اسعاف 911. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ صباح النور يا فندم. خلينا نتعرف على حضرتك اكتر استاذ محمود ونعرف الساده المشاهدين عن حضرتك. تمام. انا اسمي محمود، بشتغل في مجال التسويق والمبيعات اونلاين تقريبا بقالي 15 سنه. بفضل الله انا معتمد كشريك اعمال مع جوجل، مع مايكروسوفت، مع فيسبوك. بنحصل على دعم منهم في مشاريع نطور البيزنس بتاع الناس من خلاله. الفكره باختصار ان المستقبل كله في التطبيقات وفي الموبايل ابلكيشنز، وده اللي ظهر لنا من خلال شغلنا سنين كتيره. فبنحاول نفيد المجتمع من المشاريع دي. احنا مجموعه مستثمرين عاملين شويه تطبيقات ظريفه هدفها انها تخلي حياه الناس احسن، كلها بتقدم خدماتها مجانا. الموديل بتاعنا او نظامنا في الارباح زي نظام فيسبوك، كل حاجه مجانا وفي اعلانات في الاخر. تفاعل الناس يا فندم حضرتك شايفه على مدار السنين كل سنه بيزيد اكتر؟ الاحصائيات كلها بتقول ان التفاعل بيتضاعف. يعني الزياده مش بنسبه معدل ثابت. ده لو السنه دي في 1000 يوزر، السنه الجايه في 2000، ممكن يبقى 10000. والفئه العمريه مفتوحه، يعني عندنا من اول 12 سنه و13 سنه لحد 65 سنه. ده كل بس النسب الشباب طبعا النسب 35% عند الشباب. اوكي بالظبط. طيب لو هنتكلم على ابلكيشن 911 اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها دلوقتي، تمام. عايز تعرف طبعا عليها من حضرتك اكتر وايه الخدمات اللي موجوده فيها او بتوفرها يعني. كويس. هو التطبيق اسعاف 911 هو فكره ليها هدف. الهدف بيقول ان حياه الانسان لا تقدر بثمن. فالهدف بتاعنا من التطبيق ان احنا ننقذ حياه انسان. لو قدرنا ننقذ حياه انسان واحد فاحنا حققنا هدف التطبيق. هدف التطبيق قايم على ان مجموعه مسعفين متطوعين واخدين تدريب على الاسعافات الاوليه. اي مستخدم في حاله طوارئ لا قدر الله، حادثه حصلت، طفل حصل له حاجه، ف الشخص المسؤول ساعتها ما بيعرفش يفكر، بيبقى في حالة صدمة، بيبقى مش عارف يعمل ايه. احنا بندربه ان انت تفتح التطبيق وتدوس زرار واحد بس. بس افتح التطبيق وتدوس زرار واحد. الزرار ده هيعمل ايه؟ هيوصل رسالة استغاثة لكل المتدربين على الاسعافات الاولية المتطوعين. هو بس اسعافات اولية، هو الهدف منه اسعاف. اسعاف. فبيعمل الاول انه يوصلك بشبكه مسعفين، الحاجه الثانيه انه يطلب لك الاسعاف. فعلى ما الاسعاف تيجي بيكون اقرب حد اتحرك عشان يشوف الحاله ايه، ينجدك في حاله ان انت مش قادر تتصرف. في حالات بتبقى الثانيه فيها بتفرق. صحيح. هو التطبيق اصلا فكرته كانت قايمه على التوعيه الطبيه في الاول. بس لقينا ان في ناس كتير بتعمل توعيه طبيه، لكن ما فيش حد مركز في حته لحظة الإسعاف، لحظة ما أنا محتاج الخدمة. طب بيتم تدريب المسعفين فين يا فندم؟ إحنا بالتعاون مع المجلس المصري للشؤون الصحية، دي جمعية أهلية غير هادفة للربح، برئاسة الدكتور محمد شرف، دكتور كبير جدا في مصر هنا يعني. هو موفر لنا برامج تدريب، موفر لنا دكاترة على مستوى دولي، موفر لنا كود أخلاقي للمتدربين. يعني هم عاطينا دعم ممتاز جدا في الحته دي بصراحه. يعني واضح ان في معايير كمان معينه لاختيار المسعفين. بالظبط، لان هو في النهايه ده حد هيروح لناس في حاله صدمه. فلازم نبقى متاكدين من اتزانه، من اخلاقه، من ان هو امين. يعني في شويه معايير كتير لاختيار المتطوعين نفسه. اوكي. الفكره اصلا فكره باشمهندس شريف، هو موجود في السعوديه دلوقتي. بس يعني انا فعلا كان سؤالي هو الفكره جت لحضرتك ازاي او يعني فكرت فيها ليه؟ هو مهندس اجهزه طبيه. فهو في القطاع اصلا، فلما ظهرت له الفكره كلمني بحكم ان انا متخصص في التكنولوجيا والديجيتال ماركتنج، فتبنينا الفكره ونفذناها.
من ساعة ما بدأنا فيها الحمد لله مفيش حد كلمنا ما قالش أنا معاكم. هو تم تفعيل الخدمة وموجودة كل حاجة. احنا في بروتوكولات التعاون دلوقتي والتدريب، المفروض ان شاء الله أول إطلاق للخدمة هيكون في شهر 10. احنا كنا عاملين حسابنا على 6 شهور إعداد، بس نتيجة تعاون الناس معانا الفترة نزلت لشهرين بس. يعني كلمنا شركة برمجة كبيرة تطوع وقال لنا خلاص التطبيق ده يعني أنا هعمله لكم وبدون أتعاب كمان. يعني الناس كلها حابة الفكرة، حابة أنها تتعاون. طبعا يعني حضرتك فعلا لما جيت فكرت في الفكرة، مين الجهات المختصة اللي قررت أن أنت هتتعامل معاها وتعاملت معاها بالفعل؟ هو احنا مش حد حكومي، احنا منظومة الاسعاف في مصر متطورة جدا ما شاء الله، ووزارة الصحة عاملة فيها شغل كويس جدا. بس احنا بنركز على حتة تانية، حتة اليوزر ما عندوش تطبيق، ما عندوش حاجة يطلب بيها الاسعاف. فدي في لقينا فيها ثغرة، ان انا على مطلب عربية الاسعاف لا ما حاجه يردوا كمان، يعني الفكره لا بيردوا هم حاليا. يعني احنا تواصلنا معاهم لقينا ان هم عاملين تطويرات كويسه جدا. اوكي، بس ستيل اليوزر نفسه في حاله الطوارئ مش متدرب يعمل ايه. زي ما حضرتك بتقول، هو فكره الصدمه والكلام ده كله، فحضرتك بتسهل له. فاحنا ركزنا في الحته دي. أوكي. ركزنا فيها بشكل غير حكومي، بشكل اهلي، بشكل تطوعي. معانا متطوعين كتير ومستعدين يشاركوا. العدد قد ايه يا فندم؟ احنا بنستهدف 1000، بس حاليا يعني بنتكلم تقريبا في 100-150. وفي مبادره برضو احتضنت الموضوع، مبادره اكيد نقدر. اول ما كلمناهم تعاونوا جدا وقالوا احنا معاكم. يعني ما كلمناش حد غير لما تعاون. بالظبط بالظبط. طيب هي فان شاء الله احنا متوقعين ان نتيجه التعاون ده الموضوع يطلع بسرعه. يعني بتقول ان الابلكيشن دي هتظهر في النور، مفروض يعني اللونش بتاعها يكون في خلال شهرين ان شاء الله. في خلال شهرين يعني على شهر اكتوبر. اوكي، طب وفكره ازاي الداونلود بتاع او تنزيل الابلكيشن ده هيكون سهل لاي حد؟ هيبقى في اعلانات على فيسبوك. هنعمل سوشيال ميديا كامبين كامله، هنعمل حمله اعلانات وتوعيه للامهات والاباء، الناس اللي ممكن يحتاجوا الخدمه. وهو هيحمل التطبيق، هياخد تدريب عليه. احنا نبقى مركزين في الاول على مناطق اللي فيها مسعفين. فكل شويه يعني احنا عاملين خطه ان في خلال 3 سنين ان شاء الله نغطي الجمهوريه كلها من خلال شبكه متطوعين. بس تحميل التطبيق نفسه هو زي تحميل الفيسبوك وزي تحميل الماسنجر. اوكي، ما فيهوش اي صعوبه اي خالص حاجه خالص. زي ما حضرتك ذكرت لي وقلت لي هو زرار واحد بتدوس عليه هيوصلك بالمسعفين وكمان يطلب لك عربيه الاسعاف. بالظبط، من خلال تكنولوجيا الجي بي اس، تحديد الموقع اوتوماتيك. مجرد انا دوست عليه رساله تتبعت لمرفق الاسعاف استغاثه وللمسعفين. ف يعني زي بتقول الدنيا تتقلب حواليك نتيجه ان انت دوست على الزرار. فطبعا مش اي حد، يعني هيبقى في تدريب ان ما ينفعش تدوس على الزرار وانت بتجرب، لان احنا مش هنكونفيرم، مش هنتصل نتاكد في حاله ولا لا. دوست على الزرار في حد هيجي لك خلاص. هي ده الهدف من التطبيق. اوكي، والاسعار فين هتكون؟ في متناول المجاني. كله عمل تطوعي. كله عمل تطوعي. طب هي مفيش حاجه هتبقى فيه بفلوس. اوكي، في اقتراحات بخدمات تانية بس غير الاسعاف. خدمات اعلى زي خدمات في التامين بقى وحاجات كده، يعني داخله في التامين. في التامين، تامين صحي او حاجات كده، بس دي احنا لسه ما خدناش قرار فيها. اوكي، طيب احنا كده متهيألي غطينا ابلكيشن 911 بالظبط تماما. عايزه ادخل بقى على الابلكيشن الثانيه، وهي طبعا ما فيش حديث دلوقتي في اي بيت مصري او في مصر كلها عن غلاء الاسعار. مظبوط. وما فيش ست ما بتدورش على الاسعار المنخفضه. تمام. او اسعار المظبوطه او الاسعار المظبوطه يعني. حضرتك كلمني بقى عن ابلكيشن، قول لي بكام. هو جزء من منظومه التطبيقات اللي احنا بنعملها. احنا تطبيقاتنا كلها بتهدف لخدمه المجتمع، لجعل الحياه اسهل. النهارده انا كست بيت او كراجل عندي بيت عايز اشتري منتجات او اشتري خدمات حاجات كده للبيت ب 1000 جنيه. عملنا اكسرسايز على الهايبر، لقينا ان في فروق بتوصل ل 150 جنيه و100 جنيه في ال 1000 جنيه. يعني ممكن نفس المنتجات اجيبها من مكان ب 1000 اجيبها من مكان تاني ب 1100 او ب 900. طبعا. طب انا النهارده عايز انزل اشتري، الف على كام مول او على كام هايبر عشان اجيب الاسعار والوقت والبنزين فلقينا ان في احتياج لمعلومه، والمعلومه احنا ممكن نجمعها بشكل ان مجموعه متجولين بيلفوا على الاماكن دي بيجيبوا الاسعار لحظيا. فالاسعار معاك على التطبيق،
فانت شايف انك افضل عرض دلوقتي موجود في مكان فلاني. خلاص هو ده هدف التطبيق، توفير المعلومه. توفير المعلومه بالظبط. ايوه بس ده برضو حضرتك هتتعاون مع مين؟ هل كبرى مثلا السوبر ماركتس، ولا هتتعاون برضو مع البقال البسيط او السوبر ماركت الصغير، ولا السوبر ماركتس الكبيره اللي بتقدم اوفرز؟ يعني حضرتك التعاون هيكون مع مين؟ هو في المرحله الاولانيه احنا مركزين على الهايبر اللي هي الحاجات السوبر ماركتس الكبيرة. أوكي. اللي عندها منتجات كتير وعندها قائمة أسعار واضحة. صحيح. والمفروض ان انا هدف التطبيق ما ينفعش اقول له أسعارك ايه. انا بعمل زي عين على السوق. بوريك ان ده سعره فعلا، مش بسأله سعرك كام فهو يديني سعره لما اروح الاقي العرض انتهى. لا، احنا بنبعت ناس تشوف الأسعار وتسجلها على التطبيق. أوكي. فانت متاكد من المعلومه اللي موجوده قدامك ان فعلا لو نزلت دلوقتي هتلاقي السعر ده كذا بالظبط. اوكي، دي فكره التطبيق. واحنا مركزين على القاهره واسكندريه والجيزه في المرحله الاولى. تقريبا يعني ان شاء الله برضو ممكن نلانش على شهر 10 برضو. يعني احنا عندنا مجموعه تطبيقات وابلكيشنز هننزل باول 3 او 4 في شهر 10 والباقيين في شهر يناير ان شاء الله. اوكي، طب ده قول لي بكام، هل قول لي بكام برضو في حاجه حضرتك تاني عايز تضيفها في نوع الخدمات اللي بيتم توفيرها من خلال التطبيق ده؟ واحنا مركزين دلوقتي على المنتجات الاساسيه للبيت. اللحوم، البقوليات، الرز، السكر، الخضروات، الحاجات اللي بنشتريها بكميات. يعني انا لما بنزل اشتري رز ما بشتريش كيلو، بنزل اجيب 5 كيلو 10 كيلو. فلو فرق جنيه هتفرق طبعا، في 5 كيلو ب 5 جنيه في كام مستخدم للتطبيق. فاحنا بنتكلم ان التطبيق ممكن يعمل يعني سيفنج لحد 1,000,000 جنيه في الشهر. فرق بس. فده هيأثر على السوق في ايه؟ هيخلي الناس تلتزم باسعار. هيخلي التجار يعرفوا ان في عين في السوق. مش محتاج قانون بقى ساعتها. انا مجرد منافسه، ده بيقدم لي عرض احسن هاخد من عنده. صحيح بالظبط. طيب برضو الابلكيشن سهل ان هي تنزل على الموبايل. بالظبط، هي كلها مجانا. اوكي، عايز اتكلم بقى على تريننج اوشن. تريننج اوشن هي مبادره شبابيه للاعلان عن منح المنح والدورات المجانيه، وسواء حاجات جوه مصر او بره مصر. يعني في عندنا دكاتره بيعملوا دراسات عليا في المانيا وفي روسيا وفي جورجيا وفي اليابان، بيظهر لهم هناك منح. فمش عارفين يوصلوها للناس هنا ازاي. صحيح، طب ده هايل جدا. ناس كتيرة فعلا بتدور على فكرة المنحة وازاي توصل لحد بالزبط. بس ما بتعرفش تبتدي منين او تدور ازاي، مع ان في حاجة موجودة اونلاين بس هي ممكن تكون مختلفة شوية. لو لقيت المنحة ممكن تبقى مش مؤهل ليها، ولو مؤهل ليها ممكن ما تسمعش عنها الا بعد ما تخلص. ففكرة التطبيق انه بيربط الناس اللي بتدور على المنح بالناس اللي بتقدم المنح. المفروض ان احنا هدفنا الاساسي بنستهدف من 3-5% من الشباب اللي هو بيدور على التدريب، اللي عارف ان مستقبله هيتطور وهيعمل حاجه احسن في حياته لما يتعلم في تعليم كويس. بس ده بقى هيبقى محتاج من حضرتك داتا بيز جامده جدا او قاعده بيانات يعني هائله. يعني عشان ده بحكم شغلي بقى لي 15 سنه في المجال ده، فعندي الداتا بيز دي واعرف اوصل لهم كويس. للدكاتره او الجامعات اللي هتقدم المنح دي او اي الدكاتره العاملين بالخارج او اللي بيدرسوا بالخارج، ده سهل جدا ان اوصل لهم من على الفيسبوك. احنا اوريدي عندنا حوالي 200 دكتور وهم جاهزين ومتعاونين. يعني هو مش بيعمل ده لهدف مادي، ده هو دي منحه بيساعد واحد تاني انه ياخدها. هم لقوا اللي يساعدهم او ما لقوش اللي يساعدهم فحاسين بدور في الحته دي. لكن الفكره هنا ان الشباب نفسهم بيدوروا على الخدمه ومش عارفين يوصلوا لها ازاي، فبنساعدهم من خلال التطبيق. طيب ومين صاحب الفكره دي بقى يا استاذ احمد؟ تريننج اوشن هي مبادره شبابيه من اكتر من 10 سنين. اشتركنا فيها سنه 2008 مع مجموعه، كنا بناخد كورس تسويقي مع حد عظيم في التسويق اسمه حسام حسان. ما زالت ملكيه الفكره ترجع لهم. بس الموضوع وقف فترة طويلة قوي. فلما كلمونا الناس بتوع المنح قلنا ننشط المبادرة تاني. اوكي، فهي بس تريننج اوشن دي برضو هتكون البلاتفورم بتاعها هيكون ايه؟ ابلكيشن برضو، ولا هتكون عن طريق صفحة على فيسبوك، ولا عن طريق اعلان؟ حاليا ليها صفحة على الفيسبوك وليها جروب. هيبقى فيه كمان تطبيق ويب سايت نازل فيه المنح كلها، واي يوزر بيعمل اكونت بيشوف هو عايز يسجل في ايه. يعني انت مهتم بكورسات في ايه؟ سوري،
فنبدأ نوصله بالدكاترة اللي بيتكلموا في الحتة دي أو بالمتخصصين فيها، يقولوا له والله يشوفوا بقى أنت السي في بتاعك عامل إيه بالظبط، الإنجليش لانجوج، الدرجة العلمية بتاعتك، مؤهلاتك بالظبط، هل أنت إليجيبل تنفع تقدم ولا لأ، طب لو ما ينفعش نأهلك إزاي، نساعدك من خلال مراكز هنا برضو بتقدم الخدمات دي. فهي في النهاية إحنا بنساعد الناس إنها تبقى أحسن طبعا، ده هدفنا في المشاريع اللي بنعملها كلها كمجموعة، بتدور على انها تستثمر في حاجه تفيد المجتمع. كان ممكن نستثمر في اي حاجه تانية بس احنا قررنا نستثمر في الحاجات اللي ليها بيقولوا عليها سوشيال امباكت او تاثير مجتمعي، والتسهيل كمان حياه المواطن، يعني دي بتضمن الاستمراريه والنجاح للمشاريع نفسها. طب حضرتك ايه اللي بتفكر تقدمه كمان في الفتره المقبله؟ يعني حضرتك احنا اتكلمنا على 3 ابلكيشنز دلوقتي او 3 تطبيقات، حضرتك قلت لي ان احنا بنفكر بنفكر في حاجات كتير بس في اكتر من تطبيق، واللي هيتم تفعيلهم هيكون في شهر 10 ولسه في حاجات تانية في شهر يناير باذن الله. طب افكارك ايه تاني، بتفكر ايه تقدمه في الفتره المقبله؟ عندنا فكره في التوظيف، نأهل الشباب نأهل الشباب ان هم يدرسوا ويبقوا مؤهلين للعمل في سوق العمل العالمي مش مصر بس، نأهلهم في مجال طالع جديد اسمه التسويق بالعموله. التسويق بالعمولة هو قايم على انك يبقى عندك المهارات، انا هديك المهارات دي، مش محتاج يبقى عندك مخزن، مش محتاج يبقى عندك محل، مش محتاج يبقى عندك مصنع، انت هتروح للمصنع تاخد المنتج تسوقه وتاخد عمولتك زي كأنك مندوب مبيعات او فرد مبيعات، بس هي بتحتاج مهارات خاصة، في لها مبادرات كتير وفي لها برامج كتير موجودة، احنا هنساعد الشباب ان هم يتعلموا ده من خلال برضو مبادرة لتعليم الشباب التسويق بالعمولة. اوكي ده هي بالظبط. عندنا مجموعه مشاريع تانية بس مش عارف يعني مش مجمعها قوي دلوقتي لان هي فيها حاجات في طور الافكار. الحاجات اللي انا بتكلم عنها دي خلاص يعني اتسجلت وبقت موجوده وبقى ليها كيان، الحاجات التانية ممكن يبقى صعب ان احنا نتكلم عنها شويه في المرحله دي. لا مش مشكله خالص، انا بس عايزه اتكلم فعلا عن المبادره الاخيره من مبادره التوظيف. تمام، هل فعلا مبادره التوظيف دي برضو زي ابلكيشن وانا مثلا بقدم السي في بتاعي بمؤهلاتي ومهاراتي وانت بتوجهني لاي حاجه تنفعني في سوق العمل ده، ولا اقول انا فهمت من حضرتك يعني ان في جزء تاني وفكره التسويق التسويق بالعموله دي حاجه بالزبط. تانيه غير التوظيف بالظبط. هو التوظيف بيبقى قايم على انه ياخد مرتب ثابت، التسويق بالعموله هو مش مفيش مرتب اصلا، انت وشطارتك يعني. انت وشطارتك بس انا اعرف ناس هنا في مصر بيشتغلوا في التسويق بالعموله بيعملوا ارقام كويسه جدا يعني في ناس عدت المليون. بس حضرتك قلت لي بيبقى محتاج مهارات خاصه او بيحتاج حاجات خاصه، ايه بقى الحاجات اللي بيحتاجها؟ مهارات العرض والتقديم، مهارات الاقناع، كتابه الملفات او كتابه العروض. طيب ما هو ده معناها ان انا عشان اتقدم لوظيفه زي دي لازم يكون عندي الامكانيات دي، ولا انت بتوفر لي فرص تدريب ان انا اتعلم الحاجات دي قبل ما اشتغل الشغل ده؟ بالظبط، هي المبادره قايمه على ان هنوفر ده لمده من شهرين لثلاثه لاي حد عايز يتعلم. يعني في الاول الاول في تدريب ببلاش، هايل، هتتعلم ونساعدك نحطك على اول الطريق، حققت نجاح كمل ده انت وشطارتك بقى بالظبط، وساعد اللي بعدك. ما حققتش نجاح انت بقت معاك مهارات تساعدك انك تشتغل موظف في مكان ما باي مرتب. هايل هي. انا اهلتك لسوق العمل والمهارات دي مش بس مصر، انت ممكن تطلع تشتغل في دبي، ممكن تطلع تشتغل في السعوديه، ممكن تطلع تشتغل في اسيا، في الهند، في الصين، لان هي مهارات انترناشونال. انا بعلمك ازاي تعمل صفحه فيسبوك تسوق عليها منتج، المنتج ده يبقى شغال في مصر، يبقى شغال في الهند، يبقى شغال في الصين، مش فارق معانا. احنا كمان بنتكلم على مشروعات متناهيه الصغر وبنتكلم على مشروعات متوسطه وقد ايه الشباب المفروض دلوقتي يبتدوا ينتجوا، فمتهيألي الحاجات دي مهمة جدا دلوقتي. احنا بنعتمد على انهم عندهم طاقة وعايزين ينتجوا فعلا. صحيح. بس مش عارفين ينتجوا ازاي، يعني معظم الأسئلة اللي بتجيلي أبدأ منين؟ فعملنا بروجرام ابدأ فيه، ادخل هنا اعمل 1 2 3، عملتهم اعمل 1 2 3، عملتهم اعمل اللي بعدهم. هي. أنت كده بقيت مؤهل. تعال بقى خد المنتج ده فكر فيه وسوقه. وريني إبداعك. هايل. استاذ محمود رزق مؤسس تطبيق اسعاف 911 واكثر من تطبيق، كمان اتكلمنا عن ابلكيشن قولي بكام عشان نتعرف على اسعار السلع الغذائيه، وكلام كمان اتكلمنا عن تريننج اوشن وهو عن التريننجز والمحن المنح سوري منح المنح اللي بيتم تقديمها للشباب. بشكرك جدا جدا وبتمنى لك التوفيق، وان شاء الله يكون لنا لقاء تاني بعد ان شاء الله ما يتم اللونش للابلكيشنز دي باذن الله. احنا اللي حابين نشكركم على دعمكم لينا
شكرا. وان انتوا اديتونا فرصه نتكلم ونعرض الافكار بتاعتنا، وده اللي احنا مستنيينه منكم كاعلام هادف وكتلفزيون مصري. أشكرك. احنا متشكرين لكم جدا. اشكرك يا فندم. شكرا. توفيق. معانا تقرير هنتكلم عن تجربه الرسم بالالوان الفسفوريه، وقد ايه الفن ده متميز وبقى ليه تواجد كبير جدا في الفتره الاخيره وخاصه في اعمال الديكور. تعالوا نتعرف اكتر على هذا الفن من خلال هذا التقرير.